مشاهدينا بدي احييكم مع بدايه الحلقه لنا، واكيد هذه الصوره بس حبيت اني احطها مع بدايه الحلقه حتى اطمن كل المتزلجين وكل اهاليهم يلي لما عرفوا انه صار في هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني اليوم ارتطمت على بيست نبيل بكفر دبيان، ارتطمت بكابل طوله 2 كيلومتر، ولكن اليوم عم نشوف الصورة لعرفناه بمعلومات أولية أنه ما في إصابات وهيدا هو المهم، وبالتالي طبعا بانتظار يصدر عن قيادة الجيش بيان رسمي، ولكن حبيت طمن بالبداية حتى أقول لا إصابات والحمد لله على السلامة. بداية حلقتنا مثل العادة بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم وجه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب كتابين إلى مؤسستي مياه بيروت وجبل لبنان وكهرباء لبنان بيتعلقوا بموضوع أغطية أبار الرقابة يعني الريجاريت العائدة لهاتين مؤسستين، لأنه تبين بعد الكشف يلي قام فيه مهندسي بلدية بيروت على مختلف شوارع العاصمة أنه العديد من هالأغطية مكسور أو مفقود، وهنا بشكل خطر على سلامة المرور وبتسبب أزمة سير في شوارع العاصمة. وطلب شبيب الإعاز إلى فرق الصيانة في هاتين المؤسستين الكشف الفوري والدوري على هالأغطية وإجراء الصيانة اللازمة لها وتأمين لها المفقود خصوصا منها. احنا بنعرف انه هالأغطية هي من النحاس، وبنعرف في كتير ناس مرات تعمد للأسف الشديد ليخدوها ويبيعوها لأنه النحاس بيكون غالي. أنا بدي أقول لهم بالنتيجة عم تنعكس على خزينتنا، عم تنعكس على سلامتنا، عم تنعكس على سلامة المرور بالمدينة، وبالنتيجة يعني بتمنى المحافظة عليها بدل أخذها وبيعها. وبالتالي اليوم مدعوة هاتين المؤسستين اليوم مياه بيروت وجبل لبنان وكهرباء لبنان بإعادة هالأغطية هيدي إلى شوارع العاصمة. متابعة. بمتابعتنا لليوم معي على الخط مباشرة رئيس بلدية دور السبع البك العميد نزيه نجيم. يعطيك العافية عميد. الله يعافيك. بداية نحن متفقين مع بعض نحكي بموضوع الصرف الصحي، لأنه وردني على الحل عنا الأسبوع الماضي اتصال عم يسألوا عن الصرف الصحي إذا انتهى ولا لا، خصوصا أنه هذه المياه يعني الحقيقة مرات سارية بالشوارع، ولكن بتقول الحمد لله على السلامة لأنه شفت خبر أمني صار من بعد ما وقفوا إحدى السوريات بقضية سرقة معينة، وبعتقد هي ببعلبك، ولكن كان في شيء بيتعلق بدورس كمان، لأقول أنه قديش الأمن مستتب بالمنطقة. الأمن عندنا بالمنطقة مستتب أحسن من غير المنطقة، بس بضل في مشاكل. بتعرف نحن عشير هونيك نعم. عائلات الله ما يضل في مشكل من هون او مشكل هون، بس كله ما بي يعني بشكل خطر على السلم الامني، بس الاهلي قديش هلا في خطورته يعني 100% يعتبر حادث ومرق يعني قد حادث ثاني يوم بتصير العالم يعني هيك الفكره اكيد. نعم تفضل. موضوع الصرف الصحي عميد، مشكل الصرف الصحي نحن انا وقت في الفوادر البلديه اذا اجت مجلس مياه والعمار وزاره الطاقه سلمت للمهندس بهيج الفخري صرف صحي بمنطقه بعلبك الشماليه. نعم. كان نصيب دورش منا، كان طلعنا نحن من مجلس مياه والعمار 4700 متر وهن 4700 من الطاقه، يعني صاروا 9000 حلوين. اجى المهندس وعملنا ديل معه، نحن اخذ قرار بناء على شغله قدمنا له اياها نحن انه يعمل الضيعه كلها 17000. صاروا تقريبا اقل من سنه مبلشين، صاروا شي 7 اشهر وشفت الظروف كيف صارت. اكيد. هلا متوقفه الاشغال ولا مستمره ولا شو؟ الاشغال كانت ماشيه، صار لها شي وقت من شهر وكفوا فيها، بس صار في التمويل، بدك تمويل هلا. نعم. لانه بعد بيقولوا هن نحن ما قبضنا من الدوله. هذا هو اللي موقف المشروع؟ هذا انا عم بقول نحن خي بعد ما دفعتنا شي الدوله وتكاليف كبيره يعني مش صغيره. وعاملين المنطقه كامله، منطقه بعدها كلير من كلها يعني، مش انه دورس بس يعني دورس ضيع سيئنا كبيره، بس انه اكبر من غيرها، بس هذا الوضع الراهن هيك يعني، الوضع مؤثر على العمليه، بس المشروع ماشي لانه عملوا الاغلبيه من المساحات اللي يعملوها. نعم. ولكن ما شرك بقى بعد ما تشرك، لانه بعد مش خالص الخط كله 100%.
لانه بده يوصلوا على محطه اعاده مدام، اذا ما وصلوا محطه اعاده بعد ما حلنا يعني بالنتيجه. طيب بهالحاله كيف عم بتدبروا الموضوع بيئيا يعني وكسلامه عامه؟ سلام للناس. اذا بدك الاخبار اخبار بتطلع اخبار، اذا واحد طاف جوره عنده بقول خي صار صحي، انت عندك جوره خي مش بوقع صار صحي. نعم. طاف جورتك معنا عليه البلديه فيها، عرفت كيف مدام عم يصير؟ عم بتابعوها هلا يعني اذا مضت الموازنه واذا مشروع كافي وبده يكفي، ماشي يعني منطلق. نعم. بده يكفي، شغله حلوه كثير للضيعه، نحن يعني بنحلم فيها 17000 متر يعملوا لنا صرف صحي لدولك يعني. لكل الضيعة يعني ان شاء الله بتفرج ماليا حتى ما توقف المشاريع يعني، وقت تنفرج ماليا مشيت قلعت وكفت يعني ان شاء الله. الله رب. انا بدي اشكرك عميد نزيه نجيم رئيس بلديه دورس، وبدي كمل بالمتابعات لاوقف في موضوع الضمان ليلي سالوني عن ضمان الاختيار ووعدت مع بدايه الشهر مثل ما قالوا لنا، ولكن امبارح اصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي أصدر بيان وأكد فيه أنه ضمان سيباشر بدفع التقديمات الصحية للمضمونين الاختياريين اللي عم بيعاني من عدم توازن ميني منذ انطلاقته بالعام 2004 بالرغم من تمنع الدولة اللبنانية من تسديد الديون متوجب عليها لهذا الفرع، ولأنه ضرورة تقضي ماليا كون أكثر المستفيدين منه هم من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، فدكتور محمد كركي أصدر قرار حمل رقم 100 بتاريخ 17/2/2020 قضى بموجبه إعطاء المكاتب الإقليمية والمحلية سلوفات مالية استثنائية بقيمة 3 مليار ليرة لبنانية شملت 32 مكتب إلى جانب كل مكتب حصته منها على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هالسلوفات في مهلة أقصاها 31 أذار 2020. وبيطالب هون المدير العام بالمناسبة الدولة الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق لاسيما قسم الضمان الاختياري تمكينا للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدمات الصحية والاستشفائية للمضمونين، وبالتالي خصوصا بعدم قدرة هؤلاء المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية لأن باهظة الثمن ولفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق. كمان المدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمان أصدر قرار آخر حمل رقم 1117 استنادا على هذا القرار صادر عن مجلس الإدارة الجلسة عدد 813 تاريخ 10/1/2020 المقرن بمصادقة سلطة الوصاية بناء على مذكرة إعلامية، فأصدر قرار حمل رقم 101 كمان تاريخ 17/2020 قضى بموجب إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر كانون الثاني 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتواجدة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي قدره 57,916,191,000 موزع على المستشفيات والأطباء حيث يعني ينال كل منها المستشفيات 47,578,535,000 بينما الأطباء 10,337,656,000. وطبعا حدد القرار آلية الدفع، يعني هذه شغلة كتير أساسية ومهمة بهالوقت بالذات، بتنعش شوي الاقتصاد بتنعش شوي كمان المواطنين. وبالتالي طبعا ذكر الدكتور محمد كركي كل يلي بعد ما سدد الى الضمان انه يبادر من شركات ومؤسسات يبادروا الى تسديد ما عليهم، لانه كمان هيدي شغله اساسيه. اتصالاتكم مشاهدينا على 04444444 باخذ اول اتصال لليوم. الو 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 حبيبي. ايه تفضلي. اي يلا عم بسمعك، تفضلي مدام لك الكلام، تفضلي. ايه حبيبتي مدام ربيكا. نعم. ايه صباح الخير مدام ربيكا، بونجوري. بونجورين، تفضلي. الله يديمك يا رب. الله يخليك، تفضلي. بدنا نشكي لك شكوتنا لله قبل وبعدين لكم. تفضلي. الغاز عملوا لنا اياه ب 20,000 كان ب 14. 20,000 واصل على البيت. واصل على البيت ب 20,000 كان ب 14.
السكر بأربعة آلاف، الرز العدس كله غالي صار، كله بثلاثة آلاف وبأربعة آلاف، يعني نحن شو بدنا ناكل يا ستي؟ معك حق، هيدا اللي كنا متخوفين منه وعم نقول إنه هيدي هالسلة الغذائية اللي عم طالب فيها بالبرنامج هي اللي بتشمل الحبوب، بتشمل الحليب، لأنه هيدي أمور أساسية للإنسان يعني يعيش بأبسط الأمور. ولكن اليوم إذا كل كيلو بيتعدى 3000 ليرة و 4000 ليرة، يعني كمان هيدي من هون عم نطالب وزارة الاقتصاد، عم نطالب يكون في دعم لهالمواد هيدي حتى يتمكن المواطن يستمر بحياته اليومية، يعني أقل شيء أنه يأكل هالأكل هيدا، ما عم نقله يعمل بذخ. بس صارت اليوم يعني صحن مجدرة ما بعرف إدي صار بيكلف، والحمص ما بعرف إدي بيكلف، يعني إيه ارتفع. هلأ بالنسبة لسعر الغاز، هلأ السعر الرسمي للغاز اليوم طلع جدول الأسعار، هلأ نيب بعتيب رح زيعه رح جيبه قدام، بس هل أنت ما أخر ما بعتقد، يعني ما بعرف ليش 20,000، يعني هو الغاز مفتكر أقل من هيك، بس يمكن إذا وصل على البيت في الكوميسيون اللي بدها تنعطى للشاب أو يلي بده ياخدها أو يلي بده يركبها. هلأ بعد البريك بعتي الأسعار الرسمية، بريك ومنتابع. منتابع الحل عنا، وبدي أقول الغاز اليوم سعره الرسمي 15,000 ليرة، يعني زائد 100 ليرة. هلأ ما بعرف إذا عم ياخذوا 4,000 ليرة زيادة مشان التوصيلة. باخذ اتصال. ألو، بونجور. بونجور، كيفك مدام؟ أهلا، تفضلي مدام ريبيكا. نحن بجسر الباشا القلعة شارع الكاردينال صاير، قلنا شهر بلا مي، معقول الدنيا عم تشتي وطوفان؟ اليوم قولي صحو، بس غير أيام والسترنات عم تعبي مي، صدق أني مرة على الشركة ومثل بعضها خط التحتاني في مي، وفوق عند الأكباط وشارع الكاردينال حايك ما في مي. بالشركة طيب. بالشركة ما ردوا عليك؟ أنا أي رقم عم تطلبيهم؟ ردوا علي رقم الهيدا على الفاتورة على الوصل. مزبوط، وهن ما ردوا؟ ردت علي وأخذت رقم الاشتراك وبعدها بتجي المي، وحكيت مع هذا الشاب يلي بيجي على الموتو انه هو. ليك على كل حال انا رح ارجع اتابعها لشوف، لما حدا حكيني بالمنطقه لشوف اذا في عطل، يعني تما تجي يعني في عطل، بس يبلغوا عن العطل حتى الناس تعرف انه كيف بتامن مي. ان شاء الله بحلقه بكره بعطيكي جواب، بشوف شو موضوع المنطقه هنيك. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو، اهلا، تفضلي مدام. ألو. تفضلي. ايه عم تسمعيني؟ نعم اكيد. ايه الو، تفضلي. ايه لكن كنت عم بقول انه بالاشرفيه، كنت بالاشرفيه. نعم. كل طرقات الاشرفيه وسخ كليب، لا فيك تمشي على الطريق ولا فيك. هيدا موضوع مزمن كثير، وكل مره بنطالب البلديه يلاقي حلول لهذا الموضوع. لا في بلديات عم تعمل غرامه لكل يلي بيمشوا الكلاب تبعهم، ما بيكونوا اخذين لهم الشروط اللي لازم ياخذوها، مثل كل بلدان العالم لها شروط. يعني بقى ما بعرف اذا بلديه بيروت رح تمشي هذا الموضوع لا، منتبعها. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو، الو، ايه تفضل. الو مدام. نعم. الله يخليك، انا بدي احكي موضوع الضمان. ايه شو عندك موضوع الضمان؟ تفضل. انا مقدم ادويه صرني سنه، قالوا مضيعين الملف بالضمان. حضرتك اللي اتصلت فيي من يومين. انا اتصلت امبارح بحضرتك على البيت حتى اخذ. ما امبارح، انا اليوم اتصلت عمي حبيبي. لكن في حدا تاني، لانه في حدا اتصل فيي من يومين انه مضيعين له ملفه بالضمان. بقى جيت قلت له حضر لي رقمك، بدي اعرف رقمك او رقم الملف او شيء. اتصلت امبارح ردت علي مدامته قالت لي مش موجود. هلا انت شخص اخر، انت وين باي فرع؟ أنا بالطريق المطار. طريق المطار. ورقة الضمان عجلي عجلي. عندك الرقم؟ رقم. عندي فيها واحدة راح تجيبها. يلا اعطينيها، أنت لكن على طريق المطار. من أنا هون على طريق المطار. يلا يا حجي. معلش شي معلش بطول بالك، إذا منه معك كورينا. لا هي عندي بالبس بالأوضة. لخبرك لخبرك، ماشي الحال. حتى ناخذ حدا تاني على الهواء، كورين رح تاخذ منك. أنا إذا بدك بنطرك، بس ما بدي عاد تقطع. مسيو مسيو ما رح نقطع. نحن ما رح ننقطع الخط، ما رح نقطع، رح نرجع نتصل فيك، عنا رقمك، حضروا على مهلك وما تعطى الهم، رح نرجع نتصل فيك، بس حضر لنا اياه. باخذ اتصال اخر. الو. الو، ايه معك؟ تفضل. تفضل شو عندك؟
مسيو شو عندك تفضل. يعطيك العافيه. اهلين. يعطيك العافيه. اهلا تفضل. ايه بس عندنا مشكله هيك شويه بال نحن بنيات بالهرمل. ايه هيدا المشكله انه نحن اولادنا كانوا مسجلين على وزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. هلا وصلنا لمحل مش 10 ايام او 15 يوم قالوا لنا انه الشؤون الاجتماعيه ما دفعت لهم للمهنيه واولادنا بدهم يتوقفوا عن مدارس وعندهم شهاده رسميه بيت روا وكمان غير البيت روا. طيب نحن شو بدنا نعمل؟ قالوا لنا يعطونا مهله لندفع انه مهله شهرين لحتى ندفع او يعملوا لنا اعفاء او يعملوا لنا طريقه. طيب انه هاي السنه هذا الوضع ما قدرانين يعني نحن نجي ندفع هلا ومش قدرانين ابدا ابدا مزور اجار بيوت بتعرف الغلا انت اللي صاير. بدنا بقى من وزير التربيه او من هنادي بري هي تعملنا حل لنا يا تعطونا مهله لنظبط حالنا او يعطونا ما قدرانين ندفع. طيب شو بنعمل؟ اوكي تروح سنة اولادنا يعني أكيد مش نحن اللي سرقنا البلد هم اللي سرقوا البلد هم مسؤولين عنه. طيب انا رح شوف مع وزاره الشؤون اول شيء اذا رح تسدد ولا لا وبدنا نشوف مع وزاره التعليم العالي يعني وزاره التربيه التعليم العالي شو بدنا نعمل. ما بدنا نسكر مدارس نحن ولا مهنيات وخصوصا بالمناطق الارياف مثل الهرمل وغيرها. خليني شوف الموضوع شو بنقدر نساعد وبجاوبك. كمان اتصال. الو مرحبا. مرحبا كيفك مدام روبيكا؟ الحمد لله تفضلي. مدام انا معك مومنة اللي كنت اتصل فيكي بخصوص وضع بنتي المريضة المسلولة اللي عندها مي براسة. شو صار فيها لمومنة؟ بعدها بنتي مثل ما هي يا مدام وضعها ايدها ما بقى عم بتحركها وضعها عم بيزيد سوء عن سوء وابني صاروا رواية في عنده تليف وتشمع بالرواية ما قادر أعمل له الدواء وجوزي مريض ولقمة أكل ما عندي بالبيت والدولة ما عم تطلع بولادي ولادي عم بيموتوا عم بيموتوا ما حدا عم يطلع فيني ما خليت باب ما دقيته ما خليت باب ما قصدته ولا الدولة عم ترد علي ولا حدا عم يرد علي وبنتي كل يوم عم تتعذب وابني قاعد عايش على الكمامة بلا دواء. انا بدي قصتي توصل للدولة بدي توصل للاعلام تعزقتها شوفوا صوروا شوفوا الوضع مأساوي جدا ما قادرة اعمل شيء ابدا ابدا. عاجزة انا ام عاجزة اني انا ساعد ولادي عاجزة ولادي قدام عيوني عم يتعذبوا وما قادرة اعمل شيء ما قادرة اعمل شيء. اعطيني رقمك اعطيني رقمك خلينا نحطه على الشاشة خلينا نحط على الشاشة رقمها للست. انت بطرابلس مدام؟ لا انا ببيروت. انت ببيروت اعطيني رقمك على السريع خليني احطه على الشاشه اذا في حدا بيقدر هلا يتواصلوا معك تنشوف شو بيقدروا يساعدوك ونحن كمان نشوف اذا في جمعيات قريبه لعندك. 81 612. نعم 637. اوكي لا فاذا اللي بحب يساعد هالست الموجوده ببيروت عندها ولدين عندهم صعوبات صحيه وعندها كمان حالة معيشية لأنه ما حدا عم يشتغل بالبيت. رقم التواصل معها عم نحطه على الشاشة 816-12-637. باخد اتصال. ألو ألو تفضل. ألو بونجور. بونجور كيفك مدام ريبيكا؟ الحمد لله. في عنا بكورنيش المزرعة نعم مقابل صيدلية مازن نعم في كان قسط المي مكسور اجوا بعد جمعة نعم ايه صلحوه بس تركوا الحفرة مفتوحة. اوكي المهم اجت المي ولا ما اجت المهم تكون المي ايه وصلت اجت بس بعد هذه الحفرة موجودة يعني عم تعمل حوادث واكيد ايه اكيد ولما بتعبي المي بالشتاء بيقعوا فيها السيارات ايه. خليني اشوف مع مياه بيروت ليش ما بدي اشوف مين المتعهد يلي هو عملوا الصيانه وليش ما خلصوها. اهلا وسهلا فيك اخ لكن بس هي على كورنيش المزرعه. ايه بعدك معي اوكي طيب ناخذ اتصال اخر. الو 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 ايه تفضل مسيو. ايه مرحبا مدام. مرحبا كيفك ماشي الحال؟ نشكر الله. انا كنت بدي بس وجه من خلال محطتكم الكريمه نعم انه للمسؤولين الدوله المسؤولين كل المسؤولين يسمعوا انه الضاحيه بالذات ليش فلتاني للغربه؟
ليش كلهم راكبين دراجات ناريه بدون تسجيل وفلتانين وبيك ابات وما هلا صار في هذا بيقولوا التيك توك عم ياخذوا من درب اللبنانيه اللي بيدفعوا رسوم وضمان ومش عارف شو وتسجيل وكل بيعملوا كل امورهم. بدنا نشوف البلديات البضاحيه. انا من خلالكم ما انا من خلال حطكم بدي يسمعوا هن. بدنا نشوف البلديات المعنيه بالضاحيه ليش مش عم بتوقفهم؟ ليش ما بيكونوا ضمن القانون؟ انا هلا ان شاء الله يكونوا عم يسمعوني. نعم. يعني انه لا كلهم بلا اقامات فاتحين محلات بيبيعوا اكل اكلهم هن البنغلاديش مثلا بدون ما حدا اي يفحصهم بدون اي معايير صحيه. يعني فلتانين وكمان بيتعاملوا بالرازيلي بلاش نحكي غير كلمه بكل شيء بيع مخدرات بكل شيء من كل الجنسيات مش بس النازحين من كل الجنسيات كلهم عم يعني. وين اكثر شيء بالضاحيه باي شوارع باي مناطق؟ برج البراجنه بالتحديد. برج البراجنه طيب. كلهم معهم سيارات مش مسجلة دراجات مش مسجلة فلتانين وبيلعبوا بينبشوا بمكبات النفايات وبيخربوا وبيعملوا ما حدا بيوقفهم عند حدهم. لا هذا بدي أوجهه أنا للمسؤولين يعني ليش هالفلتان عنا هون بس بالذات. أهلا وسهلا فيك. يعني هيدي الفوضى كمان مش مسموحة مش مسموحة إطلاقا. يعني باخد اتصال كمان. ألو ألو ايه تفضل. مرحبا مرحبا. من فضلك معك سيمون بحيدر. أهلا مسيو سيمون. شو عندك؟ في عندي دعوة فرض التمييز. أوكي. من سنة 2007. أوكي. أساس الدعوة أساس 58/2007 استئناف. نعم. الغرفة الثانية. نعم. بيروت؟ أي نعم بيروت. الدعوة بجديدة جديدة والتمييز ببيروت محكمة بيروت. نعم. عندك رقم هالدعوة هي شو يعني؟ إذا بيروت أو جبل لبنان. جبل لبنان إذا جديدة بس بيروت. أنت عم بتطالب شو هلا إنه التأخير فيها؟ ليش التأخير بالبت فيها؟ أنت شو عم تسألني من خلال هال يعني إنه التأخير بالبت فيها؟ إيه نعم بدي بدي اعرف عنها عن وضعها. وين المحامي تبعك مش عم بتابعها؟ المحامي تبعي صار كفيف ما عاد يدري يقشع. ما فهمت المحامي تبعك شو؟ صار كفيف دكور مش الحال ما عاد يدري يقشع. انا معك بس الدعوه ما نقلتها لمحامي تاني او معه بالمكتب عم بتابعها؟ لأقول لك شغلة لأكون صريحة معك يعني كل شيء بيتعلق بالقضاء أنا ما يعني نحن ما بنتدخل نترك القضاء بياخد قراراته ولكن إذا في تأخير المحامي لازم هو يسرع لك بالموضوع. خلي تليفونك معنا لناخد رقم الدعوة كمان لنشوف إذا بنقدر نساعدك. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني ما لقيوا حبل الغسيل يكون إلا عشراية الكهرباء. مش معقول إيدي ثقة المواطن بوزارة الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان حتى نستعمل هالشراية لنعلق غسيلاتنا. ليكوا الفوضى وين واصلة. نلتقى بكرة الحل عنا MTV. إلى اللقاء.